ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني الكرام متابعي قناة حسن الغرب. نحن نلقاكم في فيديو آخر، فيديو جديد. موضوعنا اليوم هو خصوص الأكل. يعني الإنسان هذا المربي دائما يبدل في الأكل، عصافير تاعه على حساب الموسم وعلى حساب المرحلة اللي راه فيها الحسن أو الطائر تاعه. في بعض الأحيان نجد صعوبة، يعني كاين يعني المطنين هذا والحسن هذا كاركتير، يعني عقليات تختلف من طائر لآخر. كاين اللي يكون ياكل الساك تدخل له تعطيه الميلونج وخليط فيه في مرحلة غير الريش، من بعد تنقص له ولا ما على باليش ما يحبش ياكل لك الساك. كاين اللي يتبدل له الاكل يبدل لك العقلية. كاين كيما هاك، انا شفت عندي واحد العصافير تبدل لها الاكل يبدل لك كامل العقلية يبدلها لك. ونتمنى اليوم باش ندير لكم هذا الفيديو ان شاء الله باش نفيدكم ونتعلموا مع بعض، يعني الشيء اللي اكتسبناه احنا من خبرة تاعنا في التربية تاع هذا الطيور والعصافير، يعني راح نشاركوه معكم ونبارطاجوه معكم. وما تبخلوش يعني شاركونا في التعليقات تاعكم الاراء تاعكم الطلبات تاعكم ودعمونا باش نستمروا ونفيدوكم ان شاء الله ودائما الجديد. هذا الانثى هذه اللي تشوفوا فيها الفوق، يعني هذه واحده من العصافير اللي واجهت معها انا هذا المشكل في مرحله غير الريش. هذه كانت نعطيها الساك بزاف، كانت تاكل عادي. في مرحله غير الريش عطيتها الميلونج وكل شيء، يعني طليت فيها نوعت لها الاكل، يعني مرحلة حساسية المرحلة وكل شيء. من بعد نقصت لها شوية الميلونج خاش بدات تشحم لي ديجا، ما حبتش تاكل الساك صاي، بدلت لي عقلية بغات تاكل غير ميلونج. هذه وحدة بغات تاكل غير ميلونج. يعني كاين طرق وأساليب، يعني كاين دي استراتيجي نتبعوهم باش نتخلصوا من هذا المشكل. ومشي بالضرورة يعني الطريقة اللي نعطيها لك راح تنجح، باش نكونوا صراحة، يعني غادي نعطيك طرق انت حاول تجرب هذه وتجرب هذه وتجرب هذه مع العصفور تاعك. يعني كيما حكينا، يعني العصفور العصافير هذو عقليات، كل واحد يتعامل معاه على حساب الكاركتير تاعه. هذو انثيين كاينين، هذو كاين ثانيك الحسون الطفره، هذا طفره الساتين ما شاء الله. يعني هذا ثاني دار ليها نفس المشكل، ما حبش ياكل الساك، عجبته الميلونج ولا يلعبها لي قرنص ما على باليش وينفخ روحه ونقص شويه، يعني بدا كاع يطلعها وكلش ما باش ما يبقاش بياكل الساك، يعني ياكل غير الميلونج. كي هي المشكل انا لاني دايرها اللي ديكوفريتها بلاني داير خطا، يعني كنت نملي له الماكل، هي هذاك الماكل مونجوار كنت نعمرها لها بزاف. شوف انا عامرها لها بزاف، يقول هو غير يحوس الفركه تاع البذور السوداء هذو اللي قرا هذو ويخلي الساك، يقول غير يحوس يدخل يحوس يفتش يضيع في الاكل، يقيس من يشتت كل شيء يحوس على هذاك. شوف شكرا هذه، شوف ما ياكلش كاع اي حوس. ها كيما راكم تشوفوا هاي، شوف حوس وخلاص. المشكل تاع هذا الحسون ثاني حب ياكل غير لي ميلونج غير خليط البذور. البراقه ساك قال لي ما ناكلهاش، بدل لي العقل، بالرغم من انها قبل المرحله تاع غير الريش كان ياكل البذور. احنا هنا غادي نعطيكم واحد نطرح لكم هذا الحل. كما بالنسبه للانثى هذه خليتها مع الانثى هذيك تاكل الساك، يعني باش تحفزها، يعني حاولت نركز العامل تاع التحفيز الجماعي. نقصت لها البذور نقصتهم لها يعني، وخليتها باش تعاند وتقلد هذه كي تاكل براقه ساك تاكل معها. يعني دوك نشوفوا النتيجه. هذه غادي نستعمل معها طريقه، والحسون هذا غادي نستعمل معاه طريقة أخرى. الطريقة اللي غادي نستعملها مع هذا غادي نقص له المأكلية في المونجوار، نقص له عفوا الأكل في المونجوار، نقص له كاع، نقص له نخلي له غير شوية لتحت على حساب قودي ولا دو قودي ولا بهذا يعني بهذه الكمية، ونعطيها له يعني ميلونج راح ياكل الميلونج. ومن بعد غادي تبقى قدامه غير البراقة ساك وحده، ما غاديش يزيد يحوس لان غادي يشوفها قليله باينه واضحه، غادي يشوف ديشي شي هو انا الحسون ذكي انتيليجون، يشوف الماكليه عامره يعني يحوس ولا غير يحوس ما ياكلش، كي يشوف فيها حاجه قليله غير ساك يعني هي الحتميه. يعني هي الحتميه. غادي نقص له ونشوفوا النتيجه غدا ان شاء الله، ونعاود دوك بعد بعد ما نشوف غدوة إن شاء الله نكمل لكم الفيديو مباشرة. هيا راح نشوفوا بعد إن شاء الله. إذا إخواني هذا هو الحسون، هذا طفرة الساتيني
هذا الحسون اللي ما كانش يحب ياكل الساك، يعني هذا كان ياكل الساك، دخلت له شويه الميلونج ولا ياكل غير الميلونج، وما يحبش ياكل البراقه ساك. يعني بعد التجربه اللي درتها معاه نقصت له في الماكل في المونجوار، نقصت له يعني الكميه تاع الزرارة البذور هذوك، وين ولا مضطر باش ياكل ديريكتوم، وياكل هذوك لي غران نوار مع لا بيرش تاع المانيطوبا وكل شيء. ومن بعد كي يكملوا له بالسيف عليه، يولي مضطر باش يدخل ياكل البراقه ساك. وها هي النتيجه اخوتي، دوك نشوفوا مع بعض، نشوفوا في الماكله تاعه، نشوفوا مع بعض النتيجه. اذا النتيجه ها هي اخوتي، ها هي النتيجه. اذا يعني تلاحظوا ها هو الحسون تاعنا، ها هو كي نلاحظوا نشوفوا بلي راه بدا ياكل البراقة سياك. بار كونتر المرة اللي فاتت مين كان المونجوار عامر، كان يقعد ديما يحوس ويقلب على البذور ويرفض ياكل، باسكو اشاك فوا يحوس يلقى حبال تحت من لي جرانوار وكل شيء، ما يوليش ياكل البراقة سياك. بصح كيما هكا يعرف باللي صافي البذور هادو كملوا، ويولي مضطر باش ياكل البراقة سياك. وهي نجحت العملية، بصح حنا حذار، يعني كلشي تحت المراقبة. كاين العصفور اللي ما تنطبقش عليه هذه الطريقة، وقادر يموت لك العصفور تاعك، يعني كون تغيب ليه يومين ولا وانت داير له هذا المشكل يرفض. يعني شوف معاه طريقة واحدة أخرى، وإذا رفض كاع ما على باليش ما بغاش ياكل براقة ساك، في هذه الحالة ما عندكش حل، يعني يعطيه ميلونج تاعه، خليط هذا تاع البذور، حاول توسع له القفص يكون واسع باش ما يشحمش وكلش، وقعد تخفف له غير بالعقل. اشاك فوا تكثر الساك، حتى اللي نقولو يولي ياكل الساك ولا ماكلاش، معليش في هذه الحالة ليسونسيال يكون باش تحميه من الكبدة وكيسمو الاخر سميلي الامراض هذيك الناتجة على هذيك البذور. يعني وسع له القفص، يكون عنده كاجر كبيرة. هذه هي كما راكم تشوفوا خوتي، يعني نجحت الطريقة الحمد لله. كان عندي أنثى واحدة أخرى تاني عندها نفس المشكل، أنثى هذه اللي على اليسار عندها المشكل هذا، كانت تاكل الساك، كانت تاكل البراقة ساك وحدها. ضرب درتها مع الأنثى هذه في القفص الكبير، خاطر شحمت شوية، ربت شوية شحمة، درتها مع هذا الأنثى الأخرى، هذه تاكل البراقة ساك. يعني هذيك كانت تاكل ديجا من قبل البراقة ساك، أنا بغيت ندخلها شوية بذور، مع اللي غادي نوصلو دروك غادي تدخل علينا مرحلة التجهيز إن شاء الله وكلش، قلت أنا نولفها باش ما تمرضليش في ذاك الوقت، نعطيها شوية. عطيتها في غاير الريش شوية بذور، كنت نعاونها شوية بالماكلة، ولات تاكل غير البذور السوداء هذيك تاع المانيطوبا، وخا تخلي لي البراقة ساك ما تاكلهاش. لقيت معها مشكل، درتها مع هذه الأنثى هنايا، درتها مع هذه الأنثى، ولات كيما نقولو حنا أثرت لها على هذاك الجانب، هذاك العامل تاع التحفيز الجماعي، ولات تعاندها وتاكل. يعني موليتش نزيدها الميلونج، وليت نخليها مضطرة باش تاكل الساك. الحمد لله نجحت العملية. يعني هذه هي طريقة التعامل مع العصفور اللي يرفض ياكل لك الساك، سيرتو المقنين الحسون. هذه هي الطريقة إخواني. تاني كأمر واحد آخر، يعني بخصوص كيما راكم تشوفوني داير زوج إناث مع بعض، أنا خليتهم هنا ديجا، غادي نكوبليهم إن شاء الله في لاكوبلومو، غادي نخليهم في هذا الكاجا ونزيد معاهم المال. يعني غادي نكوبلي مال مع دو فيميل مع أنثيين، نديرهم في قفص واحد، هما راهم متوالفين على كل حال، هنفوتو غير الريش مع بعض. هذا الإناث مرات راهم يتشارجرو كل شيء، وشجار وكل شيء، بصح يعني فاتت هذيك المرحله، يعني دوك راهم متوالفين ومتانسين وكل شيء. لا بروشين فوا ان شاء الله ندير معاهم المال تانيك، وغادي نوريكم مرحله مرحله التجربه هذه ان شاء الله تاع تزوج ذكر حسون مع اكثر من انثى في قفص واحد. يعني اشاك فوا غادي ندير معاهم فيديو من الاول حتى الاخر. يعني هي طريقه ناجحه، برك بعض الارشادات، يعني واحد النصائح يعني تبعها المربي عفوا، باش ما يطيحش في الاخطاء،
وين يفسد له موسم التزاوج ويروح له هكاك، يعني طريق النتيجة سلبية. يعني هذه هي اخوتي، ما تبخلوش علينا بجيم الفيديو، اشتراك بالقناة. دمتم سالمين، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.